عليكم. وصلنا أسئلة كثيرة حول الدراسة في كندا. دائما ما أنا أحاول أن أختصر، لكنه يبدو بأنه الموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر. طبعا تحياتي من كندا. مساقة، هذا وقت عندنا الخريف المشحون، هذا الخريف. ممكن الدراسة في كندا لكن على حساب العائلة، الأطفال، الأولاد من عمر 11 سنة أو حتى ممكن بعض الأحيان 10 سنين إلى العشرينات ممكن أن يدرسون على حساب العائلة. باختصار شديد، يجب تقديم مستندات تثبت أهلية والاقتدار المادي إلى صاحب العائلة، كأن يكون رصيد بالبنك يعني لا يقل عن 30 إلى 40 ألف دولار مينيمم، أملاك، أي عقارات ثانية، شركة، أو قد تكون كل شيء حتى السيارة والوظيفة. يتقدم كل هذه عبارة عن مستندات. أكو فد يوجد محامي أو محامين مختصين بهذا الموضوع، عليهم يكون أنه يقدمون هذه الوثائق على شكل استمارات تملة أولية اسمها انتيكومز، وبعدين وراها راح يكون تقييم. وراء التقييم ممكن بأنه يأخذون ملف بأجورهم قليلة مو عالية، يأخذون موافقة على دراسة الولد أو الأب أيا كان. بعد ما يأخذون موافقة حسب شروط كثيرة، منها مستوى الإنجليزي، شهادة التخرج كان يكون متوسط، إعدادية، ثانوية، جامعة أيا كان، والمكان اللي راح يختارون. بعدين المرحلة الثانية يتم تقديم هذه القبول إلى دار التجارة الكندية بشكل رسمي حتى يستحصلون الموافقة. طبعا الموافقة غير مضمونة، لكن هذول المحامين يكونون مختصين وعندهم الخبرة الكافية، يعرفون شلون يختارون القبول، بحيث هذا القبول، قبول الدراسي أو الهجرة، يقبله. هي خبرتهم، وأجورهم مو عالية، ما أتذكر إيش، بس حسب كل ملف طبعا. وعلى هالأساس ممكن الأب أو الأم يرافق الابن أو الأبناء أولا، بعدين يمكن إضافة الأب أو الأم ثانيا، مو رأس الأب والأم يجون نفس الوقت. بالنسبة للشباب طبعا أكيد اللي بالعشرينات لحد الثلاثينات ممكن، لكن لازم قدرة مادية، لازم إثبات قدرة مادية. هاي قانون يعني أنا اللي يتصلون بيها وايد جماعة يقولوا ليش يعني هذا قانون دولة، حكومة كندا تريد إمكانية، تريد بأنه أنت عندك إمكانية تغطي الدراسة الجامعية أو الإعدادية أو أيا كان. لو لا طبعا الناس اللي ما عندهم إمكانية باللغة الإنجليزية ممكن نحصل لهم على نحصل على قبول في معاهد لغة. هذا مختصر مفيد. اللي عنده أي استفسار، اللي عنده أي شيء اللي يحتاج من هذول المحامين، احنا طبعا نقدم مساعدة مجانية free of charge، مساعدة مجانية. احنا كمنظمة نقدم لكم كل التسهيلات والتعاون مع المحامي مجانا. خلينا نشوفكم شوية الأجواء الخريفية لكندا. هاي أجواء الخريفية لطيفة جدا. طبعا دائما خلوا في بالكم، مهم جدا خلوا في بالكم بأنه يجب توفير كافة الوثائق بالإنجليزي، الوثائق الدراسية، الهويات، أي شيء لازم يترجم بالإنجليزي، هذا شيء بديهي. ومثل ما قلت لكم المحامي، أجور المحامي مو عالية. أجور المحامي اللي هو يقوم بعملية القبول في المعهد أو المدرسة الثانوية أو في الجامعة أو معهد اللغة أيا كان، يكون أجوره الحمد لله معقولة جدا. لكنه أهم شيء لازم تقدم إثباتات مادية، إثباتات مادية للحكومة الكندية. أهم شيء طبعاً من الإثباتات المادية هي العقارات والحساب البنكي. إخوان أرجوكم يعني لا حد يقول لي بأنه أكو زمالات دراسية، أكو دراسة على حساب، ماكو حكي. هذا الكلام كله دراسة على حساب الخاص. يجون يتصلون كم واحد من الإخوان الله يحفظهم يقولون إحنا الفقراء شو نسوي؟ هذا الموضوع أكيد من حقك أنت، بس هذا مو موضوعي. هذا أحكي على الإمكانية حسب قرارات وقوانين تعليمات الهجرة الكندية، والموضوع كله قانوني 100%، ما بي أي إشكال. وإحنا كل فترة نستقبل عائلة، إحنا نقدم كل سبل المساعدة للعائلة، ما تجي منعوفهم
يعني احنا نقدم المساعده، شلون ياجر سكن، شلون يقدر يطلع رخصه مال سواقه، شلون يكمل الاجراءات، شلون كل الامور هاي احنا نساعدهم بيها. يعني حتى نستقبلهم من المطار، طبعا كلها امور من ماديه صفر، احنا ما ناخذ بس اجور المحامي، واحد منا علاقه بيها، هاي المحامي ياخذها. تحياتي، واحنا طبعا ننسق مع المحامي ونساعده ونقدم له كل شيء مجانا مجانا. تحياتنا لكم، ارجوكم اخواني اللي لا حد يسالني اسئله يعني تعجيزيه، انه والله انا اريد ادرس، انا اريد ادرس شلون ادرس، مو انا شرحت لك كل شيء، تابعوا كل اسال سؤال محدد. وشكرا للاخوان اللي يقدمون لنا دائما، تحياتهم وشكرهم. دكتور ليث الكعبي، كندا، تورنتو، مساقه.